بس زي. احنا في حدود بيتنا، في حدود بيتنا اللي هو العراق مو صحيح؟ كون نعرف، كون نعرف منو اللي ضرب هذه ومنو اللي قبلها ومنو اللي قبلها. ما يصير ياتي يعني الموضوع يبدا وينتهي، وال يعني مثل ما تفضل جناب الضيف ما نعرف كلها في اطار التحليلات. هذا غلط في اداره الدوله، هذا غلط، هذه اشكاليه كبيره على مود. لا نقع، هل من الممكن ما يعرفون يعني؟ لا من الممكن هو لو سياسيا يتكتمون. لا هو شوفي، لما يعرف اليوم انا لما اعرف ضربني ها كون هذا الشيء توجب عليه انه يكون يصير عندي رد فعل زين، فيقول لك انا اخليها هيك يعني، خلي احكي لك اياها، احكي لك اياها بالجسمه ضايعه مطمطمه ضايعه إيه. حتى ما يرد عليها، حتى ما يكون انا عندي، حتى ما الزم نفسي بالرد إيه. فانا ارفع عن نفسي كاهل الرد، لان انا اساسا يجوز ما عندي القدره على الرد، شايفه؟ وهذا ما يصير.